نظمت لا بلوم روج يوم السبت 8 فبراير من السنة الجارية نصف نهائي مسابقة الإملاء الإقليمية باللغة الفرنسية لصالح أزيد من 90 طالبا يمثلون أكثر من 200 مدرسة خاصة بجهة مراكش آسفي. ريبورتاج وتحرير اليزيد الفحل مراكش. نجدي فاتحة، je suis la maman لينا الكرابلية، إيكول تركا جونيور. بمناسبة هذا التظاهرة الثقافية تاعت الإملاء لا بلوم روج، تنحب نشكر الطاقم التربوي المدرسة تركا جونيور، تنوجه لهم الشكر. وبالنسبة لهذا التظاهرة دازت في أجواء منظمة والحمد لله كل شيء داز مزيان وكل شيء داز بخير. الوليدات واخا كان عندنا واحد شي شويه ديال الروتار، ولكن الحمد لله الوليدات كان شويه ديال الارتباك، ولكن دوزوا في احسن الاجواء. والمده الزمنيه كانت ماشي طويله بزاف عليهم والحمد لله، يعني كانوا وتنتمنوا للوليدات كل شيء التوفيق وتنتمنوا لهم النجاح ان شاء الله ومسيره موفقه للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي قباس محمد، استاذ ماده الرياضيات. اليوم انا تنتواجد بواحد اللقاء هنا اللي تتنظمو لورغانيزاسيون سيونتيفيك، المنظمه العلميه ديال بالنسبه للتلاميذ المتفوقين على صعيد جهات على صعيد مراكش. بالنسبه ليا جد الدريه ديال جد بنتي باش تشارك في هاد التظاهره، والامور دازت بخير وعلى خير. الاسم ديالي هند جوهري، البنت ديالي ياسمين بونو مشاركه في الكرون بري ديال لا بلوم روج اللي هي ديكتي ديال لا لونغ فرونسيز، مشاركين فيها مجموعه ديال الفاعلين منظمه من طرف لورغانيزاسيون سيونتيفيك. هذه في الحقيقه تظاهره علميه ثقافيه وعلميه اكثر منها ثقافيه، انهم كيساهموا في هذه لا ديكتي، وهذا شيء جميل انهم يشاركوا فيها باش يتعودوا على تظاهرات وعلى كونكورات ان شاء الله من بعد كدوز في متحف الماء. اذا السلام عليكم، معكم الاستاذ عمر ممثل مدرسه خصوصيه بمدينه مراكش. احنا في هذه الصبيحه مشاركين بوليداتنا ان شاء الله في واحد الكونكور ديال لا ديكتي. بطبيعه الحال هذه بادره اولى في مدينه مراكش اللي تتحتضنها واحد المؤسسه مع مجموعه من الشركاء. بطبيعه الحال هذه الصبيحه كان فيها مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات اللي تتنم على مدى اهتمام الاباء والاطر التربويه والاداريه بالرفع من مستوى التلاميذ على المستوى الاملاء. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.